بولاية أمن مراكش تعبأت جميع وحدات الأمن للاستجابة لحاجيات المواطنين والزائرين وكذا المشاركين في مؤتمر الأطراف كوب 22. داخل مقر المؤسسة الأمنية توجد قاعة القيادة والتنسيق تشرف أطرها على رصد ومتابعة تحركات التشكيلة الأمنية والمواطنين بالشارع العام لتأمين السير العادي والتجول والحد من كل أشكال الجريمة. تأت إدارة العامة إحداث هذه القاعدة القيادة والتنسيق بأجهزة جديدة متطورة فيما يخص الكاميرات وأجهزة اللاسلكية اللي كتعمل بالتواصل مع العناصر العاملة في الشارع العام، وكيكون تتبع من خلال هذه القاعة المحدثة عبر كاميرات عبر شاشات مثبتة أو كاميرات مثبتة في الشارع العام، وكنتواصلوا معها بشاشات مثبتة كذلك في قاعة القيادة والتنسيق اللي كنتبعوا جميع مراحل ديال الأعمال الشرطية في الشارع العام، سواء من تدخلات أو مباريات رياضية أو تظاهرات فنية. كل النقاط بمراكش بداية بمحطة القطار تشهد تعزيزات أمنية لضمان السلامة ونشر الطمأنينة بين الساكن والزائرين. التواجد طال كل الممرات والمحاور الطرقية والشوارع الكبرى للمساعدة على سيولة المرور أثناء أوقات الذروة. ولتوسيع نطاق مجالة الحضور الميداني تقوم فرق خاصة للشرطة القضائية بدوريات مسترسلة تجول مختلف شوارع المدينة وأزقتها، تتكلف بضبط المخالفات والتدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبة لمحاربة كل أشكال الجريمة. جميع التدابير الأمنية اتخذت بمراكش مجسدة تبني المصالح الأمنية للمقاربة الاستباقية والوقاية ومواكبة المتغيرات سواء على صعيد تطور الجريمة أو طرق مكافحتها، عوامل ساهم فيها المواطنون. المديرية العامة للأمن الوطني وضعت جميع الإمكانات والطاقات البشرية وكذلك اللوجستية باش نكونوا في مستوى الحداثة. جميع الإمكانات متوفرة في التغطية في جميع القطاعات سواء في قطاع المدينة أو في القرية. كذلك هناك الخيرات الساكنة والفعاليات كلها في هذا العمل من خلال التجاوب الكبير والملموس سواء في الساحات أو الفضاءات العمومية. الاستراتيجية الأمنية انبنت وفق تجارب راكمها المغرب في المجال الأمني والتي ساهمت في تطوير الخبرة والنجاعة، والهدف تحصين كل المنافذ والمواقع. مناسبة الدورة 22 لقمة المناخ هي تحصين المدينة عبر وضع مراقبات بمختلف مداخلها سواء كانت طريقية أو سككية أو جوية. بالقرية المحتضنة للمؤتمر العالمي حول المناخ أقيمت نقاط للمراقبة بواسطة أحدث آليات الرصد التقنية للشحنات المتفجرة والتسربات الإشعاعية، وكذلك بواسطة الكلاب البوليسية المدربة. وللوقوف على العملية برمتها وتوفير النجاعة اللازمة يقوم وزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية والجنرال دكور درمي حسني بسليمان والمدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزيارة لقرية كوب 22. الإجراءات والتدابير والتي تعبأت كل الأطقم وتجندت لإنجاح مؤتمر الأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.